أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
wala in رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَطَبَعَ